بسم الله الرحمن الرحيم. الحصة الرابعة عشان اللي ما حضرهاش. الأول هتجيب بارت ريفيجن اللي معاك صفحة 23. الموضوع هيبقى مقسوم على 2 فيديو، ده الأولاني من صفحة 23. عندنا موضوع صغير كده اسمه Allocating Common Cost، ده ملوش علاقة بتوزيع تكاليف الإدارات الخدمية على إدارات الإنتاج، ده موضوع منفصل. بص كده صغير جداً، ايه هي الكومن كوست؟ اكتب عليها توزيع التكاليف المشتركة. التكاليف المشتركة هي كوست او كومن كوست، اذا كوست اوف اوبريتنج فاسيليتي، يعني تكلفة مكان اجرناه، حاجة اشتركنا فيها، ذات از شيرد باي تو اور مور يوزرز، اللي مشارك فيها اكتر من شخص. عندنا 3 طرق لتوزيع الكومن كوست. طريقة اسمها ستاند الون، يعني تكلفة مشارك فيها أكثر من شخص عايزين نوزعها عليهم. طريقة اسمها انكريمنتال ميثود، وطريقة أخيرة اسمها تشابلي فاليو. نخش في المثال الخفيف قوي على طول. سام اند توني دول شخصين كان سبسكرايب، رايحين يشتركوا تو كيبل تي في كومباني، رايحين يعملوا اشتراك في قنوات تلفزيون. ذات اوفرد ذا فولوينج باكجز، باقة النيوز الأخبار لوحدها ب$40، باقة السبورتس لوحدها ب$20 الرياضة، وفي أوفر لو خدوا النيوز والسبورتس مع بعض يدفعوا بدل 60 يدفعوا 48. سام المستخدم الأول إذا تي في نيوز جانكي، يعني معجب بالتلفزيون، and less بالتي في نيوز بالأخبار، and less interested into sports، مش عايز الرياضة. while توني المستخدم الثاني is into sports in a big way، عايز الرياضة and less interested in news. يعني عايز سام عايز الباقة اللي ب40 وتوني عايز اللي ب20. they both agreed، اتفقوا انهم يشتروا الباقة اللي عليها الاوفر مع بعض اللي ب48. كده $48 دي بقت كومن على 2 مستخدمين، سام وتوني. وزع لنا الكومن كوست $48 بال3 طرق. الطريقة الأولى اسمها using stand alone method، اكتب جنبها حوزع كل واحد بنسبته الأساسية، يعني حوزع بنسبة لو كان كل مستخدم فيهم راح لوحده. سام لو كان راح لوحده كان دفع 40، توني لو كان راح لوحده كان دفع 20، يعني مجموعهم وهم stand alone لوحدهم 60. هات النسب 40 على 60 و20 على 60، دي نسب لو كان كل واحد راح لوحده. وزع بال40 على 60 وال20 على 60 ال48 اللي اشتركوا فيهم مع بعض. كده سام ياخد 32 من ال48 وتوني ياخد 16. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اسمها incremental method من غير calculation. هنفترض ان عندنا مستخدم primary، يبقى أول يوزر الأساسي اللي قاعد قدام التلفزيون اسمه primary، والتابع اللي ما بيستخدمش التلفزيون قوي اسمه secondary. طب هنعمل ايه؟ لو افترضنا طبقا للحل ان سام هو primary يوزر، يبقى سام يدفع ال40 اللي كان هيدفعهم لوحده، لأن كده هو قاعد راشق قدام التلفزيون. يبقى توني ياخد 8 من غير كالكيوليشن. لو سام هو المستخدم الرئيسي يدفع الثمانية اللي كان ال40 اللي كان هيدفعهم هو لما راح لوحده، وتوني ياخد الانكريمنت زيادة 8. لو افترضنا بقى ان توني هو البرايمري المستخدم الرئيسي، يدفع 20 اللي كان هيدفعهم لو هو راح لوحده، يبقى سام الثاني ياخد بقية ال48 اللي هم 28. يبقى انا هنا افترضت ان مرة سام برايمري فتوني ياخد بقيته، وتوني برايمري فسام ياخد بقيته. الطريقة الأخيرة اسمها Chapley Value. الطريقة دي بنجيب average للطريقة التانية. يعني احنا لو بصينا التانية، سام لما كان primary خد 40 ولما كان secondary خد 28، مجموع على 2 يعني average يطلع 34. توني لما كان primary خد 20 ولما كان secondary خد 8، مجموعهم على عددهم كده برضو انا وزعت 48. يبقى تشابلي ما هي إلا أفريج للإنكريمنتال ميثود. خد المستخدم مرة برايمري ومرة ساكندري وهاد أفريج، يبقى أنت كده عملتها بطريقة تشابلي، هتلاقي نفسك وزعت 48. درس صغير وهبل، بس فيه 4 مسائل هيجي منهم واحدة. اقرأ كده. The Sturgeon Pay Corporation
currently uses a manufacturing facility، شركة مأجرة مكان، costing ب 400,000 جنيه per year، يعني أنا مأجر السنتر ب 400,000 جنيه في السنة. 80% من الفاسيليتي من السنتر كاباسيتي is currently being used، يعني أنا مأجر السنتر ب 400,000 جنيه ومستغل مساحة 80% منه. A startup business، مدرس جديد كده، has proposed a plan، جي قدم لي مقترح that would utilize، إنه يستخدم 20% الباقيين من السنتر، يعني أنا نسبتي 80 وهو يستخدم 20. لكن صاحب البيت قال لنا كده التكلفة أو الإيجار هيعلى، فهيحصل إنكريز للأوفر أول كوست من المنتين السبيس ب 5%، يعني بدل ما الإيجار هيبقى 400,000 هيزيد ب 5%، يعني الإيجار هيبقى 420,000 كده. الـ 420,000 دي في حالة إن أنا موجود والمدرس الستارت أب الجديد موجود، يبقى دي الكومن كوست 420. أول سؤال، if stand alone method، لو كل واحد بنسبته، what amount من الكوست اللي هي الـ 420 will be allocated للمدرس الجديد؟ طبعا الكوست الـ 400 هتزيد ب 5%، يعني هتبقى 420، أنا أشيل 80% والمدرس الجديد ياخد كام؟ 20% من الكومن كوست. طب لو بطريقة الانكريمنتال ميثود، what amount of cost would be allocated للستارت أب؟ لو بالانكريمنتال ميثود، أنا أعتبر البرايمري صاحب السنتر، أدفع الـ 400 اللي كنت بدفعهم لوحدي، تخيل، يعني البرايمري يدفع يشيل الـ 400 اللي كان هيدفعهم لوحده، يبقى الستارت أب المدرس الجديد ياخد الشوية اللي زادوا، بس اللي هم 5% اللي زادوا، تخيل، يدفع الـ 20,000، لأن أنا لازم أدفع الـ 400 اللي كنت هدفعهم لو كنت أنا قاعد لوحدي. طب اللي ما فهمش المسألة الأولى، The Egg Harbor Corporation currently leases a corporate suite، مأجرين جناح، in office building، في مبنى إداري ب 90,000 جنيه، يبقى أنا مأجر مكتب ب 90,000 جنيه. Only 70% of the corporate suite is currently being used، بستغل منه مساحة 70%. Start up business، مدرس جديد، قدم لي plan that would use the other 30% and increase the overall cost، بدل ما انا مأجر ب 90 هيبقى مأجره هيزيد ب 10,000، يعني الإيجار عليا وعليه هيبقى 100,000. If stand alone method were used، قد إيه من الكوست will be allocated للستارت أب الجديد؟ دلوقتي الكوست أنا وهو بقت 100,000، أنا أشيل 70 وهو يشيل 30. طب لو هنشتغل بالإنكريمنتال ميثود، قد إيه من الكوست يشيلهم المدرس الجديد؟ لو ال 100,000 بالإنكريمنتال، أنا الشركة الأساسية أشيل 90,000 اللي كنت بدفعهم لوحدي، وهو ياخد الإنكريمنت بس اللي هم الكام؟ ال 10,000. The maintenance department has been servicing Gizmo production for 4 years. إدارة صيانة بتخدم في مصنع جيزمو ل 4 سنين. Beginning next year, the company is adding a scrap processing department. هنضيف مع الصيانة الأساسية قسم اسمه scrap processing، التخلص من الهادر، to recycle الماتيريال from Gizmo production. As a result، المينتيننس كوست الأساسية، إدارة الصيانة، تكلفتها هتزيد، expected to increase، من 480 لما كانت صيانة بس إلى 500 لما بقت صيانة ومعها إدارة جديدة اسمها سكراب. السكراب بروسيسنج، الإدارة الجديدة، will use 25% من المينتيننس effort، يبقى الإدارة الأساسية بتاعة جيزمو بتشيل 75%. Using stand alone cost allocation، لو كل واحد بنسبته، identify the amount of maintenance costs that will be allocated to Gizmo production الأساسية وللإدارة الجديدة. كده ال 500,000 جنيه Gizmo الأساسية إدارة صيانتها تشيل 75%، والإدارة الجديدة تشيل من 500,000 جنيه 25%. Using incremental cost allocation method، identify the amount of maintenance costs that will be allocated للإدارة الأساسية الجيزمو والscrap processing. لو بالincremental الإدارة بتاعت جيزمو تدفع 480 اللي كانت هتدفعهم لو هي لوحدها، والإدارة الجديدة تدفع الإنكريمنت الزيادة اللي هو 20. The product data center has been servicing Strubble production casting department for 5 years. داتا سنتر بتخدم في الشركة،
Beginning next year, the company is adding هتضيف production molding إدارة لحام، يبقى دي الجديدة، to complement الاستكمال الماتيريال produced by Strubel production casting. As a result, data center تكلفتها expected to increase من 700,000 إلى 800,000 لما بقت معاها إدارة المولدنج. Production molding الإدارة الجديدة بتستخدم 20% من data center efforts. Using standalone cost allocation وزع التكلفة بين data center والإدارة بتاعت المولدنج. طبعا ده معناه ان 800,000 80% منهم للإدارة الأساسية و 20% للإدارة الجديدة. وطبعا لو الريكوارد التاني بالإنكريمنتال ميثود، الإدارة الأساسية تشيل 700 اللي كانت وهي لوحدها، والمية الزيادة تشيلها إدارة المولدنج. في بروبلم بعد كده، سيب 26-27، هاتلي صفحة 28 عشان يبقى الموضوع واحد. مايك and Ed دول شخصين live together and share one apartment. They both want to make internet subscription with the following available packages. اتنين صحاب عايشين مع بعض رايحين يشتركوا في اشتراك انترنت. لقوا الانترنت لوحده ب40 والفون لوحده الارضي ب20 ولقوا اوفر الانترنت والفون ب55. مايك المستخدم الأولاني spend most his time on internet وless interested in phone، يبقى عايز الباقة اللي ب40، while Ed spend his time talking in phone، عايز اللي ب20 and less interested in internet. فاتفقوا الاثنين بدل ما يدفعوا 60 يشتروا الباقة اللي ب55. required allocate $55 between them بالثلاث طرق. طبعا هنا مفيش المسائل الأربعة اللي فاتوا، كان المستخدم الأساسي باين اللي هو أنا صاحب المكان، والأكيد الجديد هو الفرعي secondary. هنا بقى أول طريقة الستاند ألون هتجيب نسبة 40 من 60 و20 من 60، لأن لو كل واحد راح لوحده كان زمان ده دفع 40 وده دفع 20. طبعا النسبة دي هتوزع بيها ال $55. هو بيقولك هنا كأنها تلتين لتلت، يعني كده وزع ال $55 عليهم بالستاند ألون 37 و18. لو بالإنكريمنتال هنا مرة تفترض إد برايمري ومرة تفترض مايك برايمري. لو إد برايمري هياخد هو العشرين لوحده وبقيت الخمسة وخمسين الخمسة وتلاتين ياخدهم مايك، ولو مايك هو البرايمري يدفع 40 اللي كان هيدفعهم لوحده وال15 ياخدهم إد الباقي. وأخيرا لو هتعمل شابلي فاليو هتاخد أفريج الإد لما كان برايمري وسكندري اللي هو 20 و15 على 2، وأفريج المايك لما كان برايمري وسكندري اللي هو 40 و35 على 2، هتلاقي برضو نفسك وزعت الخمسة وخمسين. الفيديو التاني هينزل كمان شويه.